بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المشرق ينجدد، نقول لكم مرحبا بكم متابعيني، نقول لكم دمتم أوفياء للقناة. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال. وصفتنا لنهار اليوم ليكخاب، كامل العائلات يحبوا ليكخاب. جبتها لكم اليوم بوصفة هايلة ناجحة 100%، والأهم من هذا بنينة ياسر ياسر. نتمنى أنكم تتابعوا الفيديو للأخير وتشوفوا الطريقة. وهذه المقادير اللي راح نعطيها لكم، تخرج لكم 12 ورقة نتاع ليكخاب، وانتوما إذا يعني عندكم عائلة صغيرة تقدروا تنقصوا في المقادير، يعني نديروا نصف الكمية. نحتاجوا فيها كما راكم تشوفوا 5 بيضات ورشة ملح، ونضيف كذلك 4 ملاعق أكل سكر، وملعقة صغيرة فاني. نخلط هذه المكونات كامل مع بعض حتى يمتزجوا جيدا. نزيد ونضيف لهم 3 كيسان حليب، هذا الكاس الثاني وهذا الكاس الثالث. نزيد ونضيف عليهم كذلك 2 ملاعق أكل كاكاو، تكون نوعية جيدة، ونضيف كذلك ملعقة صغيرة من عطر الشوكولا. نزيد ونخلط هذه المكونات كامل مع بعض، ونضيف عليها ملعقة من الشوكولا، هذه اختياري، يعني إذا ما عندكمش شوكولا تقدروا ما تضيفوهاش، يعني كإضافة فقط. وفي الأخير خلاص راح نضيف لهم 2 كيسان فارينة، هذا الكاس الأول وهذا الكاس الثاني، ونزيدو كيف كيف نخلطو المكونات هذه كامل مع بعض. وفي الأخير خلاص راح نضيف لها 6 ملاعق أكل زيت. هكذا نزيدو نخلطوه مليح حتى يمتزج الزيت مع المكونات كامل نتاع ليكخاب، ونصفوهم. هكذا بعد ذلك نغطو الخليط ونحطوه في الثلاجة يرتاح لمدة نصف ساعة. بعد مرور نصف ساعة هذا هو الخليط، شوفوا كيفاش يكون القوام نتاعو. هكذا من جهة ثانية أنا كنت حطيت المقلة نتاع ليكخاب تسخن، نحطو مباشرة ملعقة بهذا الملعقة تاع السكو هذه، نحطو للخليط نتاع ليكخاب في المقلة وندوروه على هذا الشكل حتى نتحصلوا على الدورة نتاع ليكخاب. نحطوها تطيب على نار تكون متوسطة إلى خفيفة، يعني بين المتوسطة والخفيفة، ونخلوها تطيب حتى تشوفوا الحاشية يعني طابت باينة، تبدأوا تقلبوها. نخلوها تكمل تطيب على مهل، واللي يحبوا ليكخاب تكون تتقرمش مليح خلوها تطيب مليح بزيادة. بعد ذلك راح نقسمها بهذه الطريقة على 4، وتضيفوا الشوكولا. هنا الشوكولا راح نديرو بين الطبقات، تقدروا كذلك تزيدوا تضيفوا عليها فواكه اللي تحبوها نتوما، كذلك راح يعطيها بنة هايلة. وفي الأخير خلاص تزينوها كذلك بالشوكولا، وأنا راح نزينها بالبنان. والتزيين دائما نقول لكم يبقى اختياري، يعني واش حب لكم تضيفوا فيها ولا تنقصوا فيها، هذه تبقى أذواق وتبقى لكم اختياري. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم ليكخاب، أنا درتها بالشوكولا والبنان، وكما قلت لكم نتوما تقدروا ديروا أي ذوق تحبوه نتوما، تقدروا تستغناو كذلك على الكاكاو وتخلوها بيضة وديروا ذوق آخر. وكنت درت معكم سابقا فيديو ليكخاب بمقادير أخرى مغايرة على هذه، إذا عجبتكم تقدروا ديروها. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم ليكخاب بذوق الشوكولا والبنان، نتمنى أنكم تجربوهم، البنة نتاعهم مش نورمال، البنة هايلة هايلة. جربوهم وخلوا لي تطبيقاتكم على صفحتي في الفيسبوك أم محمد كويزين، ولا على الانستغرام أم محمد باللغة الفرنسية. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، وراح نحلها معكم تشوفوها كيفاش جات من داخل، يعني جات ما شاء الله. ننصحكم انكم تجربوها واكيد راح تعجبكم،
يعني لا ضمانتي. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم ونال رضاكم. ما بقى لي غير نقول لكم لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وبارتاجوا لتعم الفائدة، والسلام عليكم.